في سؤال قبل الأخير تقول: ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا؟ هذه الآية نزلت بسبب ما كان اليهود يقولونه للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، يظهرون أنهم يطلبون منه أن ينظر إليهم وأن يرفق بهم حتى يفهموا الكلام، ولكنهم في الحقيقة يقصدون معنى آخر وهو الرعونة، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرعن. هذا من باب استعمال اللفظ بغير ما يظهر منه. الله نهى المؤمنين عن هذه اللفظة التي كان اليهود يستعملونها لمعنى سيء، نهى المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون هذا المعنى، لكن ذلك من باب البعد عن مشابهة اليهود، فقال لهم: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقولوا انظرنا أي انتظرنا حتى نفهم، وغير ذلك من معنى الكلمة. وهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع، الشيء وإن كان مباحا إذا كان يفضي إلى أمر محرم فإنه يكون ممنوعا من باب سد الذرائع. نعم.